أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية، عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نذير العرباوي وزيرا أولا خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه. بيان رئاسة الجمهورية كشف أن رئيس الجمهورية عين كذلك وعلم بعلام المستشار المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقيات والتأهيلات مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة. تسلم نذير العرباوي السبت بقصر الحكومة مهامه كوزير أولا خلال مراسم تسليم واستلام المهام مع أيمن بن عبد الرحمن. وفي كلمته بالمناسبة، شكر نذير العرباوي رئيس الجمهورية على الثقة، مؤكدا عزمه وإرادته لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. في هذه اللحظة وأنا أتشرف بتسلم هذه المهمة السامية كوزير أول، أود أن تكون عباراتي الأولى موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية، عبارات الشكر والتقدير والعرفان على ثقته السامية وعلى تشريفي بهذه المهمة السامية خدمة للوطن وخدمة للجزائر الجديدة. أتمنى أن أكون على مستوى هذه الثقة، وإنني كل عزم وإرادة على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الطموح، والذي وضع الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني وبالتالي المواطن الجزائري فوق كل اعتبار. بهذه المناسبة كذلك لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل إطارات السامية برئاسة الجمهورية على ما حظيت به من مساعدة طيلة ممارسة مهامي كمدير ديوان برئاسة الجمهورية، وما لمست فيهم جميعا من تفاني في العمل ومهنية عالية وحرص على خدمة هذا الوطن العزيز. أقول لأخي السيد الوزير الأول أيمن، أشكرك على عباراتك الرقيقة وعلى تهانيك. أتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وأيضا كل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلت في خدمة هذا الوطن بكل تفاني ونزاهة عالية وخلق عالية كذلك. فأتمنى لك كل الخير والسعادة والهناء، وشكرا جزيلا. شكرا. بما أننا في شهر نوفمبر كذلك، لا يفوتني أن نترحم على أرواح شهداء الأبرار في هذه الشهر التاريخي والمبارك. من جانبه، شكر الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، متمنيا للوزير الأول نذير العرباوي كل التوفيق. اسمحوا لي أن أجدد شكري للسيد رئيس الجمهورية على الثقة السامية التي وضعها في شخصي المتواضع من أجل تسيير أعمال الحكومة في الفترة الماضية، تجسيدا لالتزاماته وبرنامجه الثري من أجل جزائر جديدة. وكما أهنئ أخي السيد نذير العرباوي على هذه الثقة السامية التي نالها من طرف السيد رئيس الجمهورية وهو أهل لها،
وأتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في هذه المهام الجسيمة مضيا، ويمضي بالجزائر للأفاق التي نرجوها جميعا إن شاء الله تجسيدا لما تبقى من التزامات السيد رئيس الجمهورية. فمبارك له هذه الثقة وأعانه الله على هذه المهام الجسيمة. عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مدير ديوانه محمد نذير العرباوي وزيرا أولا على رأس الحكومة بعد تقلده العديد من المناصب العليا في البلاد. أكثر التفاصيل في هذه الورقة لفريا العقيلة زيان. بعد 3 سنوات من قيادة الحكومة تنهى اليوم مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويعين مدير ديوان الرئاسة محمد نذير العرباوي خلفا له. محمد نذير العرباوي ابن ولاية تبسة، محامي سابق ودبلوماسي وكذا لاعب دولي سابق في المنتخب الجزائري لكرة اليد. بدأ مسيرته المهنية كمحام مسجل في نقابة المحامين الجزائريين قبل التحاقه بمبنى محمد صديق بن يحيى، حيث صال وجال في دهاليز الدبلوماسية الجزائرية وقاد مسارا طويلا ومشرفا. كانت نقطة بدايته سفيرا للجزائر لدى باكستان، ومنها مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية، ثم مديرا للمغرب العربي، وبعدها مديرا للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، وممثلا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الكائن مقرها بالعاصمة المغربية الرباط، وعضو مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث، ثم سفيرا للجزائر بالجمهورية المصرية. استدعي نذير العرباوي في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة وممثل دائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية، وعين مستشارا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السابق رمطان العمامرة، ثم سنة 2021 سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك. مسار دبلوماسي لافت نجح خلاله في الحصول على دعم الدول العربية لترشيح الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2024-2025، ليعين في شهر مارس 2023 مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا لعبد العزيز خلف، ويصبح بعد 8 أشهر وزيرا أولا يقود الحكومة الجزائرية. إلى موضوع آخر، يشرع الفريق أول سعي شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بداية من السبت في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية. بيان لوزارة الدفاع الوطني أوضح أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وجيش التحرير الشعبي الصيني، كما أنها ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وكذا السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. يقوم وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي الأحد والاثنين، وتندرج هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في إطار تعزيز روابط الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر ونيكاراغوا، كما أنها حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ستشكل فرصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون والتبادل سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف. إلى موضوع آخر، تواصلت الغارات المكثفة على قطاع غزة في اليوم 36 من العدوان الصهيوني، وارتفعت معها حصيلة الشهداء إلى أزيد من 11,208 شهيدا وأكثر من 29,000 جريحا. هذا وكثف الاحتلال الصهيوني قصفه على المستشفيات، واستهدف بشكل خاص مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر منشأة صحية في قطاع غزة، حيث تم قصف قسم الجراحة، بينما توقف قسم العناية المركزة والأطفال عن العمل، واشتعل حريق في قسم الكلى بسبب القصف. أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة. نعلن بعون الله أننا وثقنا حتى الآن
تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة. هذا ما يعد مجمع الشفاء الطبي بغزة من أكبر المؤسسات الصحية في قطاع غزة من حيث الحجم، الأقسام والطاقم الطبي منذ بدء العمليات العسكرية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. يتعرض المجمع لاستهداف مباشر ما تسبب في سقوط عشرات الشهداء والمصابين من الطواقم الطبية والمدنيين وغيرهم. نتابع التفاصيل في هذه الورقة ليوسف ضبابي. مجمع الشفاء هو مجمع طبي حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، يعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة. تأسس عام 1946 وخضع للاحتلال عام 1967 ثم للسلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي يضم 3 مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله. يضم مجمع الشفاء اليوم 3 مستشفيات متخصصة، هي مستشفى النساء والتوليد مع قسم حضانة للأطفال الخدج، مستشفى الأمراض الباطنية، مستشفى الجراحة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط وغيرها. يبلغ عدد العاملين في مجمع الشفاء الطبي ما يقارب ربع عدد العاملين في جميع مستشفيات القطاع، إذ يعمل فيه حوالي 1500 موظف، منهم ما يزيد على 500 طبيب و760 ممرضا و32 صيدليا، إضافة إلى 200 موظف إداري. في حرب طوفان الأقصى 2023 بلغت القدرة الاستيعابية للمستشفى 164%، إذ كانت أعداد الإصابات مهولة ومستمرة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل نزح إليه أكثر من 35 ألف مواطن احتماء من الغارات التي استهدفت منازلهم، وتبيت العائلات في ممرات المستشفى وغرفه وساحاته. قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارة إسعاف تنقل مصابين، وسقط نتيجتها عدد من الطاقم الطبي والشهداء المدنيين، كما قصفت قسم الحضانة الذي يحوي مئات الأطفال، واعترف الاحتلال بهذه الجريمة النكراء إعلامياً. أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب السبتة على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص لتل حمزة واد أميزور بولاية بجاية. وفي كلمته أكد الوزير عرقاب أن المشروع دخل مرحلة التجسيد بعد أن استكمل كل الدراسات وصولا إلى تعويض ذوي الحقوق عن أملاكهم التي تم التنازل عليها لصالح المشروع في إطار المنفعة العامة. ها هو اليوم يدخل مرحلة التجسيد بعد أن استكمل كل الدراسات سواء المتعلقة بالجدوى الاقتصادية أو الخاصة بالأثر عن البيئة على البيئة ودراسة الخطر، بالإضافة إلى الحصول على جميع التراخيص الضرورية إلى الوصول إلى المرحلة الأخيرة المتعلقة بالتعويض ذوي الحقوق عن أملاكهم التي تم التنازل عليها لصالح المشروع، وسيشرع قريبا في تقديم التعويضات كاملة لأصحابها. وكشف عرقاب أن المشروع سيوفر حوالي 800 منصب عمل مباشر وأكثر من 4000 منصب عمل غير مباشر، على أن تعطى الأولوية في التوظيف لشباب المنطقة. على ذكر مناصب شغل، أود أن أذكركم بأن هذا المشروع سيوفر حوالي 800 منصب عمل مباشر
وأكثر من 4000 منصب عمل غير مباشر على أن تعطى الأولوية في التوظيف إلى الشباب المنطقة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء الاقتصاد الوطني بصفة عامة أو ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بصفة خاصة. من جانبه اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع العمومي السوناري محمد صخر حرامي أن هذا المشروع المقرر أن تبدأ مرحلة استغلاله في غضون 2 سيساهم في توفير المواد الأولية لعديد الصناعات المحلية. العلاقة بين المشروع، مشروع ودميزور والجامعة الجزائرية ككل المشاريع المهيكلة، هذه فرصة كبيرة لكل الأساتذة بالنسبة للبحوث، بكل الطلبة، ستسمح بوجود مدرسة أو مدارس حقيقية ميدانية لكل الطلبة. واتفقنا مع الشريك أن نفتح الأبواب بالنسبة أثناء عملية الإنجاز والاستغلال لكل الأساتذة والطلبة الجامعيين، حتى يستطيعوا أن يتحصلوا على الخبرة الحقيقية بالنسبة لإنجاز واستغلال مثل هذه المشاريع المهيكلة. الرئيس المدير العام للمجمع العمومي السوناغيم أكد أن المنجم سيشكل فرصة حقيقية للباحثين في كافة جامعات الوطن لاكتساب خبرة حقيقية. الاستراتيجية الموكلة إلى مجمع مناجم جزائر سوناريم هي أن نقوم بالاستكشاف واستغلال كل الموارد المنجمية في الوطن حتى نستطيع أن نوفرها إلى كل الصناعات محليا عبر استغلالها، تثمينها، ووضعها تحت لتموين الصناعات المحلية. هذه الهدف الأول قبل التصدير هو القضاء على الاستيراد. كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني عن إحصاء ما يقرب 17 مليون راس من أو في شعبة الأغنام بعد الانتهاء من عملية إحصاء الثروة الحيوانية. هني وخلال شرفه على إشغال اجتماع الوطني مع مختلف إطارات القطاع أوضح أن شعبة الأغنام لا تتجاوز 17 مليون راس، عكس العدد الذي كان يقدم في السابق ب 36 مليون راس ماشية مع كل المصاريف والتباعات المرتبطة بالتربية. التغطية لنهاد بوضياف. العدد الحقيقي بالنسبة لشعبة الأغنام والتي لا تتجاوز 17 مليون رأس، عكس العدد الذي كان يقدمه سابقا بحوالي 36 مليون رأس من المشية مع كل المصاريف والتبعات المرتبطة به من تغذية ودعم ومرافقته البيطرية. كما أكد هني أن المخزون الاستراتيجي من الحبوب ومسحوق الحليب تضاعف 3 مرات خلال السنتين الأخيرتين، الأمر الذي أدى إلى التخلص من ظاهرة الطوابير. أن المخزون الاستراتيجي من الحبوب ومسحوق الحليب فقد تضاعف بصفة معتبرة خلال السنتين الأخيرتين، مما أدى إلى تحقيق وفرة هذه المواد في السوق واختفاء بعض الظواهر التي تذكرونها بالندرة والطوابر، وذلك بفضل إعادة النظر في شبكة التوزيع، شبكة إنتاج وتوزيع تحت مراقبة المصالح المختصة، أي مصالح وزارة التجارة ومصالح الأمن. هذا وصرح هني عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال البذور بالنسبة لشعبة الحبوب، مما سمح للجزائر باقتصاد ما قيمته 450 مليون دولار سنويا. إنتاج البذور بالنسبة لشعبة الحبوب تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال منذ سنوات، مما سمح للجزائر باقتصاد ما قيمته 450 مليون دولار أمريكي سنويا، ومبلغ لا يستهان به. هذا ورغم التغيرات المناخية السلبية المسجلة خلال 2022-2023 والتي مست عديد الدول، أعلن وزير الفلاحة عن إنقاذ موسم إنتاج الحبوب نتيجة الوفرة المسجلة.
رغم الظروف المناخية السلبية التي سجلناها خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 بسبب التغيرات المناخية التي مست العديد من دول العالم، فقد تمكنا من إنقاذ موسم إنتاج الحبوب بفضل وفرة الإنتاج في المناطق الجنوبية. بالرغم من الظروف المناخية الصعبة، إلا أن القطاع الفلاحي حقق إنجازات هامة ومؤشرات إيجابية خلال السنوات الأربع الأخيرة. تفاصيل أكثر في تقرير لنهاد بوضياف. مكتسبات هامة وعدة حققها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية خلال السنوات الأربع الأخيرة على المستويين التشريعي والتنظيمي سمحت بتحقيق نتائج مشجعة. خلال أربع سنوات من العمل الجاد والمتواصل، تم اتخاذ إجراءات جريئة لتمكين هذا القطاع الاستراتيجي من مواكبة التغيرات والتحديات المستجدة على كل المستويات. في بداية الأمر كان لابد من إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية والتنظيمية للقطاع، بحيث تم إصدار 57 نصا قانونيا وتنظيميا من شأنها تشجيع الاستثمار ورفع العراقيل الإدارية والتحريري المبادرات. نتائج يراها المراقبون إيجابية وسمحت بتحقيق الأمن الغذائي في ظروف دولية صعبة وصحية ومناخية أصعب، ما جعل الجزائر محل إشادة من المنظمات الدولية المختصة. المنطقة الجنوبية اللي كان فيها خير كبير وكان إنتاج وافير في الولايات الرائدة في هذا المجال، كذلك هناك على المستوى الشمال الجزائري عندنا سقي التكميلي اللي نستعمله هناك من أجل الزيادة في المردود والزيادة في المردودية وكذا في الإنتاج. عندنا التسويات تاع المحيطات القديمة اللي مدت في إطار معين اللي هي 800,000 هكتار، وكمل الولايات عندها مساحات اللي راح تمد في الاستثمار الجديد. المحفظة الرابعة وين انطلقت من الصارق مياه في أول نوفمبر راح يدوم 21 يوم، إلى يومنا نقدر نقول فتنا ل 500,000 هكتار. مؤشرات إيجابية وتحديات كبيرة تنتظر القطاع الفلاحي، خاصة بعد تحصيل أرقام هامة في مختلف الشعب. كشف المدير العام للغابات جمال طهرزي عن إتلاف 41,000 هكتار من الأشجار المثمرة والغابات والأدغال نتيجة الحرائق التي شهدتها صيف 2023 بعديد ولايات الوطن. الحصيلة الكلية فهي تتمثل في 41,000 هكتار موزعة، يعني 10,000 هكتار أشجار مثمرة، تقريبا 11,000 هكتار مساحات يعني أشجار مثمرة، 11,000 هكتار أشجار غابية، وأما الباقي فهو عبارة عن أحراش وأدغال. كما صرحت وهرية أنه سيتم اقتناء وسائل جديدة وحديثة كطائرات الدرون لحراسة الغابات من الحرائق. حراسة عن طريق وسائل الدرون، طائرات بدون طيار. هذه التقنيات، هذه الطائرات تكون مزودة بآليات يعني للكشف المبكر وكذلك إعطاء المعلومة في وقت يعني مبتكر، تسمح لنا في المستقبل إن شاء الله من التحديد والتدخل الفعال. نظمت وزارة التضامن الوطني والأسر وقضايا المرأة السبت ندوة وطنية تحت عنوان نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير إلى مسيرة التشييد. ولدى إشرافها على فعاليات هذه الندوة بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ذكرت وزيرة التضامن الوطني والأسر وقضايا المرأة كوثر كريكو بكفاح المرأة الجزائرية إلى جانب أخيها الرجل وتضحياتها إبان الثورة التحريرية المجيدة. الأجيال القادمة والصاعدة ستستمد تميزها ونجاحها من أسلافهن، كما أوصى به السيد رئيس الجمهورية في رسالة تهنئته للمجاهدة والأديبة السيدة زهور نيسي، والتي أهنئها بدوري على رقي ما قدمته خلال مسيرتها الفكرية والبعد الاجتماعي لمشوارها المهني الذي نسير على خطاه في إطار تجسيد مبادئ التكافل والتضامن الإنساني.
شكل موضوع نضال المرأة الجزائرية إبان الثورات التحريرية المجيدة ومساهمتها في مسيرة البناء والتشييد محور ندوة وطنية نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المزيد في هذه الورقة لرانيا بنزين. نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير إلى مسيرة التشييد كان عنوان الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بحضور عدد من أعضاء الحكومة تزامنا وذكرى 69 لاندلاع الثورة المجيدة. ذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية هو الأصل والمبدأ، وكذلك أيضا هذا الشهر اللي تم فيه طبعا صدور الدستور الجزائري نوفمبر 2020 اللي كرس مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية للمرأة الجزائرية، مبدأ التناصف في تولي الوظائف، حماية المرأة من أشكال العنف، كذلك فتح القوائم الانتخابية والترشيحات. طبعا كل هذه المكتسبات على المرأة الجزائرية المحافظة عليها وترقيتها وتعزيزها. في الأرياف والجبال والمدن تمكنت المرأة الجزائرية من الدفاع عن الجزائر ولعبت دورا هاما إبان الثورة التحريرية. أنا ما رحتش للثورة، الثورة جات عندي للدار. عشت 4 سنوات في المنطقة المحرمة، نرقد في الغيران، ما عشتش، ما قريتش كي الناس، ما فرحتش في عرس كيما الناس. جيت في 59. ثورتنا شاركوا فيها الناس المخلصين والشبيبة من سنكم، ما يغلطوكمش، 60% من جدودكم كانوا شهداء ولا مجاهدين. نتأسف على حاجة برك، اللي ما تعاقبش العدو، المرأة اللي تعاقبت في الجبال وتحكمت تعذبت وماتت، حتى واحد ما قال لهم واش درت ولا ما درتوش، سمح ما تلبوش. الكثيرات لمعت أسماءهن في سماء القضية الوطنية بمواقف وإسهامات خلال الثورة التحريرية للوصول إلى الحرية والاستقلال. دعا رئيس المؤسسة الجزائرية لصناعة الغد بشير مصيدفة السبت إلى استغلال ذكريات الأطفال الجزائريين إبان الثورة التحريرية المجيدة لوضعها في خدمة جيل اليوم والغد. رئيس المؤسسة الجزائرية لصناعة الغد وخلال الندوة التاريخية التي نظمت بقصر الثقافة والتي جاءت تحت عنوان ثورة أول نوفمبر 1954 بين التاريخ والمستقبل بحضور أساتذة وباحثين في التاريخ، شدد على ضرورة إبقاء فكر الثورة كقاطرة لصناعة الجيل الجديد. محاور كانت قراءة في ذكريات الأطفال، أطفال نوفمبر، باعتبارهم هم مستقبل الثورة وصاروا الآن كوادر وإطارات في الدولة. أردنا من خلال هذه الندوة أن نربط الجيل القادم، جيل القرن القادم، القرن 22 الذي سيكون جيل الفكرة الثقافية، هذا الجيل نربطه بقيم ثورة نوفمبر، حتى لا تبقى ثورة نوفمبر مجرد ماضي ومجرد تاريخ، ولكن تتحول إلى خارطة الطريق للبرامج السياسية والبرامج الثقافية والبرامج الفنية والبرامج التعليمية بالنسبة للجزائر. قيم نوفمبر خارطة طريق لمستقبل متصل ووفي لهذه الذكرى. حزبياً انطلقت السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال المؤتمر 11 لحزب جبهة التحرير الوطني تحت شعار نتجدد ولا نتبدد. وفي كلمة له ذكر الأمين العام لحزب أبو فضل بعجي بقرار عدم ترشحه لأمانة الحزب، وذلك في إطار إرساء تقاليد الحزب في التداول على المنصب حسبه. وتقول الحكمة إنما الحياة وقفة عز، ونحن الآن في وقفة عز، وإنه ليشرفني أن أعلن أمامكم وفي إطار إرساء تقاليد جديدة في حزبنا وفي إطار التداول، فإني أنهي إلى علمكم عن قناعة وبقرار سيادي بدون جبر أو إكراه أنني قررت راضيا مرضيا عدم الترشح لمنصب الأمان العام للحزب، وذلك اعتبارا من هذه اللحظة، وأنا أقرر عدم ترشحي بمحض إرادتي، فإنني استحضر ما قمت به بإخلاص وتفان، ويشهد الله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها بذلتها لصالح حزبنا.
وأوضح أبو الفضل البغجي أن المشروع السياسي للحزب منسجم مع السياق الوطني ويستجيب لتطلعات الشعب الجزائري وملتزم بالعمق العربي والإفريقي. إن حزب جبهة التحرير الوطني هذا الحزب الوطني التاريخي النوفمبري قلبا وقالبا، هذا هو مشروعه السياسي المنسجم كل الانسجام مع السياق الوطني ومستجيب للتطلعات الشعب الجزائري. هذه الهوية النوفمبرية لحزبنا هي عنوان بارز لالتزاماتنا بالانتماء للعمق المغاربي والعربي والإسلامي والإفريقي، كما نتأكد على أن هذا البعد الوطني لا يعني الانغلاق. وأرجع أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تأخر انعقاد المؤتمر 11 إلى عديد العوامل أبرزها جائحة كوفيد-19. المؤتمر 11 طال انتظاره لأسباب معينة متعلقة بمرض كورونا وبالاستحقاقات السياسية التي كانت مبرمجة، وهذا تمت الموافقة عليها بلائحة من اللجنة المركزية في 30 ماي 2020 و 29 أوت 2020، بأن اللجنة المركزية فوضت للأمين العام بتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر بعد الانتهاء من كل الاستحقاقات سواء الدستور أو التشريعيات أو المحيط أو مجلس الأمة. كما وصف بعجي فترة قيادته للفلان بالأصعب في تاريخ الحزب العتيد. 3 سنوات أنا أعتبرها هي أصعب فترة في تاريخ أمين عام حزب التحرير منذ استقلال. يعني كل الناس تهاجم فيك، هناك من يحاول يدخلك المتحف، علقت كل مشاكل البلاد على حزب التحرير الوطني، لكن الحمد لله خذنا مع فريق من المناضلين، انتصرنا في التشريعيات في المحليات في مجلس الأمة وحضرنا المؤتمر بشكل ديمقراطي. رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء الزرواطي أشادت بالتنظيم المثالي للمؤتمر وعبرت عن أملها في أن يعود بالفائدة على صالحي العام وأن يكون في مستوى الرهانات الداخلية والخارجية. نتمنى لهم في مخرجات هذا المؤتمر أن يكون يعم بالفائدة وأن تكون في مخرجات في صالح ربما ما يصبو إليه، خاصة أن يكون في مستوى التحديات التي نعيشها اليوم وفي مستوى الرهانات وفي مستوى المسؤوليات وفي مستوى مساندتنا للقضية الفلسطينية. أقيمت السبت صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية بعد تأخر سقوط الأمطار، هذا وقد دعا المصلون الله عز وجل لينزل غيثا نافعا غير ضارا على ربوع الوطن يحيي به العباد والبلاد. تقرير في السياق لعماد الدين والعداد. صلاة الاستسقاء تضرعنا إلى الله عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لدعوة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كامل مساجد الجمهورية على أمل أن يغيث الله البلاد بالأمطار النافعة. الله أكبر. الله أكبر. أولا نحمد الله عز وجل ونشكره على أن أقمنا هذه الشعيرة وهذه السنة الآكدة وهي سنة الاستسقاء التي تطالب الأمة بإقامتها ويأمر الإمام الناس بالخروج إليها حينما تجف السماء وحينما يمتنع القطر من السماء، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جرت العادة في جزائرنا الحبيبة أننا نقيم هذه الشعيرة كلما جاء سببها. وبعد شح الأمطار الذي مس العديد من ولايات الوطن، اصطف الجزائريون رافعين أكف التضرع خاشعة لله تعالى طلبا للغيث وأن يحيي الله الأرض والزرع. اللهم أغثنا، اللهم لا تجعلنا من القانطين، يا رب لا تجعلنا من القانطين. كما يقرر علماء الشريعة الإسلامية وكما يقرر فقهاؤنا هو أن يؤمر الناس بالتوبة النصوح وبإخراج الصدقات وبإرجاع الحقوق إلى أصحابها، ثم بعد ذلك يتوجون هذه التوبة وهذه الصدقات يتوجونها بصلاة الاستسقاء. صلاة تبعتها خطبة تدعو للرجوع إلى الله عز وجل، يتحلى فيها المؤمن بآداب التوبة والتصدق على الفقراء وصلة الأرحام. نهاية هذا الموعد، إلى اللقاء.